اهلا بحضراتكم من جديد في استوديو الابطال لنقل المره دي بقى لنقل مباراه قبل النهائي لكره السله رجال ما بين الاهلي والاتحاد. الاهلي النهارده بيلعب تحت شعار الاهلي بمن حضر. الاهلي بمن حضر بعد غياب 5 لاعبين بسبب الاصابه بفيروس كورونا من اصل 15 لاعب وهي القائمه بالاضافه الى عدد من اللاعبين المصابين، اللاعبين مميزين جدا مصابين خارج طبعا اصابات كورونا. في البدايه قبل ما نتكلم عن فرقتنا ونستعرض القوائم ونستعرض المباراه فنيا، بحب ارحب بضيوف اللي منورينا كباتن مصر الكابتن محمد السلعاوي نجم مصر ونجم النادي الاهلي ونجم منتخب مصر في اولمبياد لوس انجلوس سنه 1984 واللي حصل فيها على هداف لوس انجلوس. اهلا بيك كابتن محمد. اهلا بيك كابتن هيثم، منورنا وان شاء الله تبقى يوم كده سعيد ونحتفل النهارده بفوز ان شاء الله باذن الله نحتفل وزي ما احتفلنا بالبنات ان شاء الله. طبعا برحب بالكابتن عماد مراد احد نجوم النادي الاهلي ومنتخب مصر واحد يعني رموز النادي الاهلي في كره السله في الزمن الجميل. اهلا بيك كابتن عماد. انا كابتن هاسم، منورنا والف مبروك للبنات الحمد لله. الف مبروك للبنات ومدينا الشرف يا كابتن هاسم يكون معك. كابتن سلعاوي يمكن اجل حضرتك توقعاتك للمباراه، يمكن في غيابات فوجئنا بيها، في اصابات في الجهاز الفني، عرف الساده المشاهدين الوضع الان في الفريق. لا الوضع الان بقى اصعب مما كنا نحكي منذ يوم يومين بصراحه. عدد الإصابات زاد بالنسبة للنادي الأهلي. أعتقد كل الصفقات اللي النادي الأهلي عملها ومجلس إدارته لتدعيم فريق الباسكت اللي حطه على خريطة خريطة الباسكت بالنسبة لمصر، أعتقد إن جه فيها الفيروس اللعين ده. أتمنى لهم الشفاء العاجل بإذن الله، لكن هم يعتبروا الخمس صفقات اللي النادي الأهلي عملها. مباراة هتبقى صعبة جدا جدا جدا، ولكن عندي احساس شخصي بان اللعيبه اللي موجوده هتقاتل وهتأدي ما هو مطلوب منها، وان لن يستسلموا، وان عندي احساس ان احنا هنعمل مباراه كويسه جدا وهنكسب ان شاء الله. اللي عايز اقوله لك كابتن انه احنا عندنا دائما ابدا في دستور النادي الاهلي، وطبعا حضرتك خير من يحدثنا عن هذا الدستور، ان الماده الاولى في الدستور الاهلي بمن حضر. الاهلي بمن حضر ما اختلفناش، واحنا قايلين الكلام ده من اول الحلقات اللي بدانا فيها نحلل في الاستوديو بتاع القناه المحترمه، وقلنا ان الاهلي بمن حضر. لكن الاثنين اللي النهارده اعلن اصابتهم مؤثرين جدا جدا صحيح، ومنهم واحد يعتبر عمود فقري النادي الاهلي ومنتخب مصر، ويعني هو يؤثر مع منتخب مصر فما بالك النادي الاهلي صحيح. والثلاثه برضو نفس الكلام اللي قبل كده ياثروا مع منتخب مصر، كان عمرو الجندي ولا ايهاب امين ولا فضيل ولا مودي برضو ياثروا مع منتخب مصر صحيح. فاحنا ان شاء الله كلنا ثقه وامل في المجموعه اللي موجوده انها ان شاء الله. كلام محترم يا كابتن سلعاوي. قبل بس ما انتقل لكابتن عماد عشان اعرف رايه في المباراه، الحقيقه بلغوني دلوقتي ان في تصريح في الجول. الكابتن عصام عبد العزيز مدير النشاط الرياضي في نادي الاتحاد السكندري صرح لي في الجول، قال تحدثنا مع اتحاد السله وطالبنا تاجيل المباراه لمده يوم واحد، ولكن كوبل طلبنا بالرفض. اذا كان التاجيل مطلب الفريقين. الحقيقه الاتحاد احنا بنتكلم على مواقع رسميه صدر فيها تصريحات عن طبعا الكابتن المحترم عصام عبد العزيز مدير النشاط الرياضي في نادي الاتحاد السكندري، وباكد تاني انه في تصريحه قال انه طالب بتاجيل المباراه لمده يوم واحد ولكن المسؤولين في اتحاد السله رفضوا. طيب برضو في تصريح كمان خرج ان طبعا غضب شديد في وسط اولياء امور فريق مرتبط النادي الاهلي بعد اكتشاف اصابه 9 حالات كورونا ربنا يشفيهم في فريق مرتبط الاتحاد، والمباراه اتلعبت وبعد المباراه عرفوا نتيجه المسحه. فالحقيقه غضب شديد، ولكن كابتن رؤوف عبد القادر طمن اولياء الامور وقال لهم ان احنا قررنا عوده اللاعبين فورا، وهيتم عمل مسح خلال 48 ساعه لكل اللاعبين المرتبط والجهاز الفني للاطمئنان ان ما تمش او ما حصلش عدوى. كابتن عماد ارجع لحضرتك، رايك عن المباراه، توقعاتك في غياب طبعا مجموعه كبيره للاصابه، كمان بالاضافه لخمسه كورونا، عندنا السلعاوي احمد سلعاوي مصاب طبعا في الركبه، عندنا مين تاني يا كابتن مصاب غير كورونا؟ بالتالي احمد سلعاوي 6 اصابات من اصل 15 مصابين، ومودي الجرحي برده لسه ما اكتملش يعني اصابته، وجمال لسه ما اكتملش برده ايضا بيلعب وهو زي ما بيقولوا بالبلدي كده او باللغه الكوره برجل ونص. يعني حضرتك شايف الوضع للفريق ازاي؟ والله يا كابتن هيثم طبعا اولا الف مبروك للسيدات علي هاشم وفرقته الحمد لله، ان شاء الله ياخدوا دوري المرتبط ان شاء الله. بس انا شايف اللي احنا فيه يعني درجه اولى ده كارثه. يعني انا يعني مش عاوز حد يزعل، بس ده يعني ده الواقع يا كابتن. يعني لما تكون فرقه بتتكلم على اكتر من 33% من الفرقه بره، في حد يقدر يلعب
وهو ناقص تيرت قوته 9 10 من اصل 15 يعني بتلعب ب 10 فيهم 3 اصابات برضه. فانا مش عارف يعني لما يكون فرقه قوتها عمرو الجندي زي ما قال الكابتن سلعبي، عمرو الجندي يعني اصل منتخب مصر اساس من يعني اعمده منتخب مصر، هو وعمر طارق يعني عندنا ايهاب امين. صراحه انا مش عارف يعني مش عارف ازاي هنلعب. احنا كنا لسه بنتكلم وكان الكابتن اشرف قال هذا الكلام وفي ناس زعلت، قالوا ان اليورو ليج نفسه اللي هو بطوله اوروبا لو في عندهم 2 اصابات ممكن ناجل الماتشات 3 مرات. ده في الوقت اللي هي كابتن عمرو الجندي هو لقطات ليه في الوقت يا كابتن ان قايمه الفرق الاوروبيه مش 15، قايمتهم بتوصل ل 20 و 19 لاعب، بيبقى اكتر منا، واثنين مصابين من اصل 19 او 18 بيأجلوا المباراه، وليك 3 مرات خلال اليورو ليج ان انت تأجل المباراه بسبب كورونا او تطلب تأجيلها ويتم الاستجابه دي. فهل احنا بنلعب عشان الرياضه دي عشان الناس صحتها تتحسن، ولا بنلعب رياضه عشان الناس تعيا واهليهم يعيوا؟ يعني انا مش عارف موقف اولياء الامور بتاعت حتى بتوع الاتحاد بتوع اولياء الامور بتوع لعيبه الاتحاد الله يشفيهم، الله يكون في عونهم برضه، ولادهم اتصابوا والله يكون في عونهم برضه اولياء الامور بتوع النادي الاهلي. طبعا سباق كابتن روف الله ربنا يديله الصحه، يعني ادى تصريح طمن ان هو حتى المسحه تكون على حساب النادي الاهلي، وادوا قرار لازم ينزلوا ويعملوا له عزل. بس انا شايف يعني مراقب المباراه بتاع الماتش المرتبط عاوز اعرف هاري او مستعجل قوي انه يلعب المباراه ليه من غير ما تظهر نتيجه المسحه؟ هنخش كاس العالم ولا نعمل ايه؟ انا ايه اللي ما يخليش استنى المسحه؟ ده انا كمان سمعت ان فريق السيدات فرقه عندهم الساعه 12 الشمس وليبلس لعبوا كمان الساعه 12 السيدات من غير ما اي مسحه. يعني الدنيا ماشيه يا جماعه. بس خليني ارد على الحته دي يا كابتن بامانه عشان احقاق الحق. بيان اتحاد السله قال ان المساحات هتتعمل بس للاعيبي اللي موجودين في الاسماعيليه احقاقا للحق. يعني احنا برضو بنحب دايما نقول الحقيقه وعرض بامانه وشفافيه. فالحقيقه هليوبلس والجزيره كانوا خارج الاربعه، كون بقى هذا القرار صح او غلط ولكن دي ارض الملعب يا كابتن، والحقيقه فرقتنا نزلت اهي ولقطات حيه من ارض الملعب، وزي ما عودناكم دايما ابدا قناه النادي الاهلي بتكون في الميعاد والزمان المناسب مع ابطالنا في كل مكان. شفنا ماتش النيجر، شفنا النهارده كره السله، اهو ان شاء الله هنكون مع ابطالنا كره اليد، كل حاجه كل الالعاب هنكون جنبكم وهنكون ننقل الحدث لحظه بلحظه عشان نبقى قناه رقم واحد في قلب جماهير النادي الاهلي. زمى على طول هي رقم واحد في قلب جماهير النادي الاهلي. كابتن عماد يعني برضو بتهيألي نادي الاتحاد داخل الماتش ده باريحيه كبيره جدا، في 5 لاعبين مصابين من الاهلي مش هيلعبوا، هو كامل العدد بدون ولا اصابه في صفوف لاعبينه. سمعت ان في 4 اصابات في الجهاز الفني، نتمنى لهم كل الشفاء، ولكن نادي الاتحاد داخل المباراه بشكل يعني جيد جدا. والله يا كابتن هيثم ساعات بيكون ليها ناتج سلبي ان ممكن اللعيبه تطمن فرقه الاتحاد ان فرقه الاهلي دلوقتي عندها اصابات ويعني هم اكفأ. بس انا شايف ان زي ما قلت كابتن الاهلي بمن حضر، احنا نموت نفسينا اللعيبه اللي موجوده في القايمه تموت نفسها، تخسر تكسب بشرف مفيش هزار. وبعدين في الاول في الاخر دي امكانيات، اما يكون عندك لعبه في فرقه ثانيه كل مركز فيه 1 و2 يعني كله اكفأ من الثاني، ولاعيبه منتخب مصر هي بتتحدى، وتلاقي فرقه الاهلي بيدور على 5 يبدا بيهم. فالراجل الله يكون في عونه اشرف ولا يكون في عون النادي الاهلي، بس ربنا معاهم يعملوا اللي عليهم وربنا يعمل الصالح يا رب. صحيح. خليني بس يعني دي طبعا لقطات حيه من ارض الملعب، ده فريق نادي الاتحاد السكندري في الاحماء، ده اليكس يانج اللاعب المحترف الامريكي بصفوف النادي الاهلي. خليني بس سريعا الخص لحضراتكم اللقاء اللي عملناه مع كابتن رؤوف. كابتن رؤوف قال انه طبعا حزين او مش فرحان بالمكسب على نادي سبورتنج للسيدات، والنادي الاهلي سبورتنج ناقص هذا الكم من اللاعبين. هل طبعا تساءل هل من اللائق ان نلعب بعد يعني بعدد كبير ناقص من الفريق مباراه مهمه زي دي؟ قال انه رقم واحد تعليمات الاداره هي الحفاظ على سلامه اللاعبين واتخاذ كل ما يتم او يراه مناسبا كابتن رؤوف للحفاظ على سلامه اللاعبين. قال ايضا انه كان لا داعي للاستعجال او تساءل لماذا الاستعجال. طبعا الجهاز الفني كابتن احمد الجرحي وكابتن اشرف توفيق اكيد باين عليهم دهشه والاستغراب، واكيد باين الحاله صدمه طبعا الصدمه والحاله المود اللي خرجونا بره، يعني حته ان احنا خارجين بره الفنيات وبنتكلم في القلق الموضوع صعب ووضع استثنائي. قال طبعا ان مرتبط الاتحاد بيه 9 اصابات، 7 من اللاعبين كابتن رؤوف قال 7 من اللاعبين و2 من الجهاز. قال ان النادي الاهلي كان النادي الوحيد في مصر
مع استئناف النشاط في السنه اللي فاتت، واللي اصر في كل اجتماع الاتحادات ان النشاط يستأنف. نادي الاهلي مع استئناف النشاط، ولكن باتخاذ الاجراءات الاحترازيه قرر نادي الاهلي او اداره نادي الاهلي عوده المرتبط وعزلهم وعمل مسح خلال 48 ساعه للاطمئنان على صحه اللاعبين. ده كان ملخص لقائنا مع كابتن رؤوف بين الماتشين. كابتن سلعاوي، طيب يا جماعه القوائم جاهزه؟ هل نقدر نستعرض اللاعبين والقوائم ولا لسه مش جاهزه؟ طيب خلينا نتكلم شويه كابتن سلعاوي عن طبعا حلول كابتن اشرف توفيق، لم يكن هي قليله ولكن ايضا اكيد في حلول. شايف حضرتك هيعمل ايه؟ لا انا اعتقد ان اي مدرب او مدير فني بيبقى عنده حلول وعنده اكتر من احتماليات لاحداث كتيره، واعتقد ان هو كان حاطط نفس العمليه ان ممكن برضه تيافى حساباته. بس طبعا باللي احنا فيه ده استحاله يكون في مدرب حاطط في صح، مستحيل مستحيل. دي اسوء سيناريوهات ممكن تتوقعها. يعني انت بتحط سيناريوهات سيئه بس مش بالسوء ده. لكن انا عندي احساس بقول لك ان هو دي بتمثل عنصر ضغط على لعيبه الاتحاد السكندري. خلينا نشوف يا كابتن المباراه دي، وهنشوف اكيد وهنستمتع اكيد باللي هيحصل في المباراه من فنيات. كابتن عماد، اجل حضرتك لاستعراض قائمه النادي الاهلي اللي هتخوض النهارده اللقاء، اتفضل يا كابتن. طبعا احنا عندنا زي ما قلنا قبل كده عمرو الجندي ومحمد مصطفى عمودي وايهاب امين وعبد الفضيل وعمر طارق بره الفرقه. هيكون عندنا اليكس وسيف سمير، ابراهيم الجمال، مودي الجرحي اللي برضه عنده اصابه، احمد مهيب، محمد ابو النصر، احمد حمدي، عبد الله ناصر، عمر طارق، حاتم بحيري، مع طبعا لازم عمر طارق بره. قصدي عمر طارق بره. احنا بنستعرض القائمه المسجله كامله وبعد كده هنستعرض بره. لكن اعتقد ان هو ممكن هيعتمد على محمود وليد، ممكن عمرو علاء زهران، حسام، ممكن ما اعرفش ممكن يعتمد على مين. بس انا يعني مشفق كل الاشفاق على كابتن اشرف، وربنا يعني يوفقه يا رب ويتعدى. دي قائمه اللاعبين برضو. استاذن حضرتك برضو سريعا القائمه قدامنا، قول لنا مين اللي النهارده مين بره القائمه عشان الاصابه. بره القائمه النهارده عمرو الجندي، محمد مصطفى، ايهاب امين، عبد الفضيل ابراهيم، عمر طارق. خمس لاعبين من اصل 15 لاعب. السلعاوي طبعا بره عشان عنده اصابه. زي ست لاعبين يعني عندنا 15. سته يعني احنا بنلعب بتسع لعيبه في الملعب. تسع لاعبين في الملعب من القائمه الاساسيه، وبعد كده الباقي كله هيستكمل ثلاثه صغيرين. هيكمل ناس من تحت 18 سنه او من تحت 20. يعني هي دي الحسنه برضو الوحيده، برضو مش عاوزين ننسى الاتحاد برضو ان هو سامح ان ممكن عدد تاخد من 18 او من 20، ان انت ممكن يعني رغم ان كانت مؤقتا لغايه ما الازمه تعدي على اساس ان دي اجراءات استثنائيه طبعا يا كابتن. طب كابتن سلعاوي، اجل حضرتك استعراض قائمه رجال الاتحاد السكندري. بيمثل الاتحاد السكندري النهارده احمد عادل واسماعيل احمد ومصطفى فوده وهيثم كمال ومؤمن دوجا ومحمد طه ميدو وجالين بار فورد ويوسف شوشه واحمد صباغ واحمد بيبو وادهم الصباغ وعلي محمد ورامي ابراهيم. هل في غيابات في الاتحاد السكندري يا كابتن؟ لا ما اعتقدش في غيابات. فريق كامل العدد. فريق كامل العدد. طيب كابتن، يعني انت شايف ان الاتحاد السنه دي يعني طبعا ما جابش لعيبه، انت شايف الاتحاد برؤيه فنيه عنده وفره في اللاعبين، عنده سكواد كويس عنده سكواد كويس وعنده وفره في اللعيبه، وهو ما اضافش، وعمل صفقه واحده في يناير لكن هو ما اضافش، والصفقه دي كان واحد من ابنائه كان بيلعب بره وجابه ووقع معاه اسمه معتز، من هينضم في يناير يعني ان شاء الله. معتز حسني. وخلينا دي برده لقطات من ارض الملعب من الاحماء، ومش هتشوفوا اللقطات دي غير على قناه النادي الاهلي. بنجيب لكم كواليس، بنعيشكم في ارض الملعب لحظه بلحظه. يعني اروح لكابتن عماد مراد، استعراض الجهاز الفني لسله رجال الاهلي، اتفضل. هو طبعا الكابتن اشرف مدير فني مع كابتن سيد مصطفى مدرب عام، احمد الجرحي مدرب عام، علاء لطفي محلل فني، طارق الغنام مدير اداري، وليد الخراط اداري، نادر خزام اخصائي تغذيه، احمد عادل طبيب الفريق، هيثم الضبع اخصائي علاج طبيعي، محمود حمدي مخط احمال، محمد عيسى اخصائي مساج، حامد الكاس اخصائي مهمات. طب كابتن، في اصابات كورونا في الجهاز، يعني حضرتك عندك عندي فكره طبعا. عندي عرفت ان حامد الكاس عنده، وعند وسمعت ان كمان هيثم الضبع قالوا لي عنده كورونا. ربنا يشفيه. يعني حالتين كورونا بالجهاز الفني. الدكتور هيثم الضبع اخصائي العلاج الطبيعي، الف سلام عليك يا دكتور. ربنا يشفيه. وحامد الكاس مهمات الحقيقه. بس اعتقد ان قد تكون اخبار مش مؤكده. ممكن دي اخبار غير مؤكده. لو اكدت كانت هيجي لك محمد توفيق.
طيب لما يجينا ممكن تكون توفيق هنتاكد منه بس دي عشان ما نخدش بس هقول لحضرتك عشان ما نخدش اهاليهم طب يا جماعه يا ريت يعني زمايلي في الاعداد ياكدوا لي بس المعلومتين دول صح يا كابتن سلام لان احنا وصلنا المعلومات دي هل هي صحيحه ولا مش صحيحه احنا يعني بنسبه صحتها كبيره بس عايزين عشان ما نقلقش اهالي طبعا الجهاز الفني ان هم يكون في حاجه فاستاذنكم تاكدوا لنا على هذا طب كابتن سلعاوي نستعرض مع حضرتك الجهاز الفني لسله الاتحاد السكندري احمد مرعي مدير فني عمرو الصبخي مدرب عام ياسر مبارك مدرب محمد سمير مدرب خالد عبد الفتاح مدير اداري احمد بسيوني اداري دكتور محمد كمال طبيب دكتور محمد رضوان طبيب مساعد دكتور معتز مغازي مخطط احمال علي موسى مدلك عبد الرحمن الجلاد اخصائي اسلام فتحي مهمات واحمد خميس مهمات يعني يمكن انا ملاحظ حاجه في الجهاز الفني يا كابتن ان هناك طبيب وطبيب مساعد يعني دي برضو ما شفناهاش نادرة ما بتحصل حقيقه في اي اجهزه فنيه واثنين مدربين واثنين مدربين يعني برضو دي نادرة جهاز مدير فني لا بس مدرب اثنين مدربين صح يعني مدرب عام واثنين مدربين يعني بتهيألي الجهاز الفني عدد وحتى واحنا بنستعرضه مع الساده المشاهدين اكثر من النادي الاهلي يعني دي برضو بتدل النادي الاتحاد مركز كويس قوي في الفرقه بيدعمها بشكل قوي طبعا رئيس النادي انت لو خدت بالك كابتن هيثم هتلاقيهم عددهم 13 واحد بالظبط اكتر من الفرقه والفرقه 13 هيطلع منهم يمكن ادهم من الصباغ طالع بره هيبقى 12 بس تحس ان الجهاز تعد الجهاز الفني 13 شخص يعني ممكن ينزلوا يلعبوا بس عايز اقول لحضرتك ده طبعا يعني حتى المهمات اثنين حتى المهمات كمان المهمات اثنين يعني ما شاء الله جهاز ما شاء الله يعني محترم يعني ونتمنى التوفيق طبعا للجميع كابتن مسلحي صراحه كابتن مسلحي حاج محمد مسلحي صراحه مهتم بالباسكت وربنا يوفقه زي ما مهتم بالكره مهتم بالباسكت هي اللعبه الشعبيه طب كابتن استعرض مع حضرتك كابتن عماد صفقات سله الاهلي الموسم الجديد اتفضل يا كابتن طبعا احمد المهيب الله اكبر عليه ربنا يحميه يا رب كمان الاخير محمد مصطفى المدير ربنا يشفيه يا رب احمد حمدي عمرو الجندي ربنا يشفيه يا رب وعمر طارق ربنا يشفيه يا رب طب كابتن سلعاوي نستعرض مع حضرتك صفقات النادي صفقات الاتحاد صفقات الاتحاد هو عنده صفقه واحده اللي هو الامريكي اللي تم تغييره مش بتاع الموسم اللي فات وجاب امريكي اسمه جايلين بارفورد وعنده صفقه ثانيه تبقى في يناير اللي هو معتز حسني طيب احنا جانا من ارض الملعب قائمه او كلا او قائمه كلا الفريقين استاذنكم نستعرضها مع حضراتكم نبتدي بالنادي الاهلي عمرو زهران طبعا اللاعب اليكس يونج محمد ابو النصر احمد حمدي سيف سمير ابراهيم الجمال مودي الجرحي محمود وليد عبد الرحمن حسام بودي عبد الله ناصر مهيب احمد مهيب حاتم البحيري دول 12 لاعب اللي هيشاركوا في النادي الاهلي طيب استاذنك لو جاهزه معانا الاتحاد برضو يا جماعه دول طيب هنبتدي مصطفى فوده لاعب الاتحاد السكندري احمد عادل هيثم كمال مؤمن الدجا ومؤمن مبارك اسماعيل احمد السمعه محمد طه المحترف جايلين بارفورد علي محمد يوسف شوشة أحمد الصباخ ديك أحمد أبو العلا بيبو رامي إبراهيم إذن دي كانت كلا الفريق قائمة كلا الفريقين وبشكل عام واضح يا كابتن عماد اعتماد النادي الأهلي بشكل كبير على ناشئينه اشترك معانا النهارده حسام بودي عمرو زهران محمود وليد ثلاث لاعبين الحقيقه كابتن اشرف توفيق كان زي ما بيقولوا قدم السبت عشان الحد هو من الامن ساعد بطوله القاهره هو معتمد بشكل كبير على الثلاث لاعبين ودي برده نقطه تؤخذ يعني الحمد لله يعني لصالح الكابتن اشرف ان هو اعتمد على اللعيبه دي في فترات من بطولات اللي قبل كده سواء القاهره او الماتشات التمهيديه دور ال 16 ودور الثمانيه صراحه كان بيلعب كل مره بيحط اثنين فالحمد لله دلوقتي ان شاء الله ربنا يوفقهم يعني الحمد لله يبقوا مع الفرقه يقدروا يشيلوا مع النهارده يا رب. اكيد يا كابتن سلعاوي برضو يمكن الفريق الاتحاد كامل العدد اختار تقريبا 12 لاعب ما فيش تغيير هو المحترف فقط هم 12 لاعب يمكن اللعب بيهم نهائيات الدوري السوبر السنه اللي فاتت هم ما عدا الاجنبي هو اللي تم تغييره بس الاجنبي في مركز ايه برضه هو الكابتن مرعي بيحب واحد اثنين ثلاثه المره دي جايبه اثنين وثلاثه يعني بس ما بيلعبش واحد خالص لا 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 واحد عنده اربعه احمد عادل وفوده وميدو اللي هو احمد طه مودي احمد طه مصطفى فوده ومؤمن دونجا
عنده اربع لاعبين فالاختيارات عنده كتيره. ده طبعا بس هو بيلعب احمد عدي ساعات اثنين كتير بيجري. طب يا كابتن شايف كده، يعني هقول لحضرتك حاجه يا كابتن، يعني انا عندي احساس انه الناس، يعني انا شايف الدنيا قريبه، يعني قريبه يعني جدا يعني الناس يعني طبعا الدنيا قريبه جدا. وهم يا كابتن هيثم الباسكت 5-5 بالظبط، مش اكتر من كده. صحيح. خليني اقول لك حاجه يا كابتن، السنه اللي فاتت لعبنا من غير عمرو الجندي وعمر طارق، صحيح، وما كانوش موجودين في الوقت برضو انه كان في لعيبه مصابه، ابراهيم الجمال اتصاب عندنا، كان في مجموعه من اللاعبين، كان ابو النصر برضو مش جاهز، ومع ذلك كانت بتطلع الماتشات باسكت وبول. نعتبر ان الماتش ده من الماتشات السنه اللي فاتت. ايوه، هو الباسكت 5 زي ما بقول لك قدام 5. صحيح. ايهما اقوى هو اللي هيكسب. صحيح. يعني العمليه مش العمليه مش عندك يا كابتن، مش اشخاص، يعني عندك بالك عندك نفس وعندك تايم، ومحتاج ناس ترتاح. دي لعبه لا هوائيه، اللعيبه رايحه جايه رايحه جايه، ساعات يعني انت رايح اعتقد اللعيبه، اعتقد الفرقه اللي توصل للنهائيات هتكون مستعده في كل حاجه. هو كان الكابتن اشرف كده يعني فعلا، يعني كان عنده كامل الاستعداد لما ينقص منه 33% من قوته الاساسيه، يعني ديزاستر كارثه. هم دي يعني كورونا بس، ده لو حطينا احمد السرعاوي كمان، لو حطينا بقى ما هو ده كان برضو يعني لو خدنا السرعاوي مثلا 20% من قوه الفريق برضو لوحده. السنه اللي فاتت كان شايل النادي لوحده 50% تقريبا من القوه، فهي خبطه جامده للجهاز الفني. طبعا لازم الله يكون في عونه بقى طبعا. طب يا كابتن حضرتك شايف ممكن يبتدي بمين الاول؟ كابتن اشرف توفيق، يعني الخمسه طبعا هو الاختيارات، يعني الله يكون في عونه، ولكن يعني بيتهيألي ان شاء الله الموجودين هيسدوا ان شاء الله. انا شايف ان هيبدا بأليكس يونغ، هيبدا سيف سمير، هيبدا بمحمد ابو النصر، هيبدا بحاتم البحيري. مودي الجرحي، يعني حاتم البحيري يمسك الملعب احتمال. ايه طب الجمال، الجمال ممكن، بس احنا عندنا كده مودي الجرحي بيلعب، وعندنا حاتم البحيري. انا قلت حاتم، انا ده سراوي اللي قال الموجي. لا انا قصدي اقول لحضرتك ان احنا عندنا انا قلت حاتم البحيري، محمد ابو النصر، ابراهيم الجمال، سيف سمير، اليكس. لا انا قصدي المركز ده الحمد لله ما عندناش مشكله، ما عندناش مشكله، في مودي الجرحي وفي حاتم، وفي حاجه ثانيه ابراهيم الجمال بيمسك الملعب، في بودي حسام. بودي حسام صحيح، برافو عليك يا كابتن. بس انا بتكلم ان اللي عنده خبره في الماتشات زي اللي هي كريتيكال جيمز زي كده محتاج برده حد عنده خبره. تتفق معايا يا كابتن سلعاوي ان اليوم مباراه الدفاع؟ هي مباراة الدفاع، احنا زي ما قلنا في اخر حلقة تحليل فيها، اللي هيعمل دفاع هو اللي هيكسب الجيم. الدفاع هو اساس كرة السلة، دافع كويس هتقدر تكسب، من غير دفاع هتخسر. ومش هتبدا اي هجمة من غير دفاع طبعا، من غير ما تلم يعني الكورة. الديفنس اللي كويس بيديك باسكت سهل في الهجوم. انا ارجو ان احنا نقدر نمنع السكند شوت، لان النهارده صح. عندهم اسماعيل بيلعب 3-4، هيثم بينط جامد جدا ما شاء الله، رامي ابراهيم، بيبو، احمد عبد الوهاب، لازم نمنع سكند شوت. الحكام او طاقم التحكيم اخبروني بيهم، كابتن سامح استفانوس الحكم الدولي الكبير القدير حكم اول، عندنا احمد شويكي الحكم ثاني، ايهاب عبدين حكم ثالث، بتهيألي برضه طاقم تحكيم قوي. طاقم تحكيم قوي لا غبار عليه، ما عندوش اي ميول ولا اي اهواء لها. صحيح صحيح. ناس يعني دوليه في الملعب. ايه رايك يا كابتن؟ لا لا لا، التحكيم احنا ما من اول لما بدانا الاستوديو ما اتكلمناش على التحكيم. صحيح. بصراحه. صحيح. التحكيم انا قلت لك ان كل حكم عايز يثبت نفسه زي ما اللعيبه عايز يثبت نفسه عشان ياخد المباراه اللي بعديها، عشان في ناس بتراقبه، عشان يترقى للدولي، اذا كان دولي عايز يسافر يلعب يحكم في افريقيا، يعني كل واحد له حساباته. طبعا. وفي حته كمان برضه ما فيش ولاء للفرقه دي، ولا للاهلي ولا للاتحاد ولا للزمالك. لما نتكلم على سامح، كابتن سامح استفانوس، في ميزه هو ايهاب عبد الوهاب، شخصيته قويه في الملعب، ودي نقطه كويسه. لعبه الباسكت بقت فيها رغي كتير، في ناس ساعات كل صفاره اللعيبه بتقعد تتناقش مع التحكيم، احنا بره ما فيش الكلام ده. صحيح. ما فيش هزار، حكم الفرقه خسرانه 100 بونت الحكم بيصفر نفس المعيار اللي بيصفره من اول دقيقه لغايه اخر دقيقه، هو ملوش دعوه مين كسبان مين خسران. صحيح. احنا عاوزين هذا الكلام يتطبق في مصر. بس بتهيألي يا كابتن سلعاوي هيتم تعليق نتيجه الدوري المرتبط يمكن لبعد شفاء لاعبي الاتحاد السكندري، وبعد الاطمئنان على فريق المرتبط الرجال، يعني طبعا الاهلي والاتحاد هيتاجل مرتبط، لان في اكتر من 6 اصابات زي تبعا لقرار اتحاد السله، فكده هيتؤجل اعلان بطل الدوري حتى لو الماتشين اتلعبوا بتوع الكبار. ما لو ماتشين الكبار اتلعبوا خلاص
لو فرقه كسبت فيهم هتاخد الدوري بدون الاحتياج للزغارين، هتبقى عاوزه هتاخد اربع نقط، ما هو برضه هتاخد ست نقط حتى لو ماتش تحصيل حصل، يعني لو تحصيل حصل لازم تلعب. لا ده ما اختلفناش، لكن انا بقول لك اللي بيكسب مباراتين الكبار بيخلص. طيب ما انا ما قلتش لا، مباراتين الكبار هيتلعبوا. انا قصدي لا، واخد بالك احنا كسبنا والله، احنا كسبنا بعد الماتش النهارده هيحصل ايه؟ احنا كسبنا، لازم تتوقع اي مفاجاه. مفاجاه ايه؟ ما خلاص مساحات اتعملت وانتهت. لا مش هيعملوا مساحات تاني. الله يعلم، الله ما يعرفش برضه، اصل خلي بالك احنا في وقت الطيارات ظروف صعبه. الله اعلم هيحصل ايه، الله اعلم هيحصل ايه. حد يبقى بعد الشهر يظهر عليه اي حاجه تعمل ايه؟ بقيت خلاص بدخلت في السبعه، لازم تاجل. فانا بتهيالي انها تعلق نتيجه او الاعلان عن البطل لبعد لعب مباراه المرتبط، اللي هي ممكن تكون بعد يمكن ما اعرفش اسبوع بقى، ويعملوا مسحه تانية مش عارف. اكيد الاتحاد هيطلع. لا اعتقد ان مش قبل 10 ايام بعد. وانا رايي الدرجه الاولى الكابتن رؤوف عبد القادر والكابتن اشرف يبقى في اصرار على عدم لعب الماتش الثاني درجه اولى الا لما الماتش الصغير يتلعب، لان دوت على اساسه بيتحدد اللي هيحصل. والله يا كابتن احنا الموضوع ده متروك طبعا لكابتن رؤوف عبد القادر طبعا اداره النادي، يعني هو اكثر درايه طبعا. وخلي بالك كلام كابتن رؤوف كان واضح وصريح، رقم 1 2 3 4 سلامه اللعيبه. سلامه اللعيبه ده كابتن طارق الغنام وسيف سمير. بص يعني حتى الكلام، بص يا كابتن الهمسات دي بتبان منها، يعني هم عارف حاجه يعني حاجه واخده تفكيرهم، حاجه شد تركيز اللاعبين. نفس الكلام عند البنات، كان برضو مشوط تركيزهم في الجيم. ظروف غير طبيعيه قابلها فرقه البنات وفرقه الولاد، مش احنا بس، احنا وسبورتنج واحنا كابتن سلام كابتن هيثم كان قالها المره اللي فاتت، احنا في ظروف استثنائيه كانت تحتاج اجراءات استثنائيه. ما كناش هنخسر يعني اي كاس العالم او بطوله العالم، لا احنا كنا يا جماعه نحافظ، كنا اجلنا شويه، لو اجلنا يومين ثلاثه هيحصل ايه؟ بس المساحات نشوف الدنيا فيها مش ايه. الدنيا مش بعيده، اللعيبه هناك والدنيا متسيطر عليها وهنلعب على طول. زي ما تاجل امبارح تاجل النهارده، بس نتيجه المساحات تاخد وقتها. ولكن برضو يا كابتن انا يعني برضو ما يعني مش بدافع والله، بس احنا بنعذر اتحاد السله، بنعذر اي مسؤول، لانه الحقيقه ده كابتن رؤوف عبد القادر اهو، كابتن احمد الجرحي طبعا حوار جانبي في المقصوره، مش هتلاقوا اللقطات دي ولا الكواليس دي غير عندنا بس في قناه النادي الاهلي. اكيد حوار عن الوضع يا كابتن سلعاوي، واكيد يعني ما حدش كان يتمنى ابدا ان احنا لا طبعا. واحنا كنا نتمنى كنادي اهلي او كقناه اهلي ان يكونوا النهائيين يليقوا بنهائي دوري المرتبط للدرجه اولى سيدات ودرجه اولى رجال وكذلك المرتبط. وبرضه زي ما بقول لك، لان ده تعب موسم بالنسبه للمدربين كل طبعا. وعايزين برضه نعيد، انا معاك كابتن هيثم في حته الاتحاد، برضه ما هوش قصر، الاتحاد عنده هم ثقيل. انت بتعمل مساحات تشوف لكام واحد، ما احنا حسبناها يا كابتن، احنا قلنا 18 مسحه دخلت في 280 الف جنيه قلناها تقريبا، يعني احنا بحساباتنا الله اعلم 18 مسحه. وهل برضه هل الاتحاد الباسكت كان حاطط في دماغه هذه السيناريوهات اللي لا تتوقعها ولا تتخيلها ولا صراحه حاجات لا تتوقع؟ بس هقول لحضرتك يا كابتن، عشان كده احنا كان عندنا يعني طلب او مناشده صغيره ان يتم التاجيل بس يومين بس، يعني اخذت بال حضرتك مش كتير. يعني انا بنقدر الحقيقه، وكابتن رؤوف قدر ده، حرص الاتحاد على استئناف البطوله، والاهلي كان من اكبر الداعمين من السنه اللي فاتت. الله ينور عليك كابتن. هفكر حضرتك بحاجه، وطبعا حضراتكم سيدو العارفين، جمعيه العموميه اللي اتحصلت في اتحاد كره اليد، مش جمعيه عموميه، كانت اجتماع الانديه، يعني لو انا غلطان يا جماعه في الاعداد صلحوا لي، كان حوالي 18 نادي صح؟ 18 نادي رفضوا، انه 17 نادي من ال 18 رفضوا استئناف الدوري، والاهلي الوحيد اللي راح قال يا جماعه في الوقت اللي النادي الاهلي مش اول الدوري، والنادي الاهلي كان يعني فرص حظوظه انه ياخد البطوله قليله جدا، ولكن اصر على استئناف البطولات. وعلى فكره النادي الاهلي النادي الوحيد اللي رايه ما تغيرش براي المصلحه، يعني ايه؟ مواقف ثابته في اتحاد الكوره كان رايه نفس الراي، في حين ان في انديه اخرى حاربت حرب شديده ان النادي ان اللعب يتوقف او الموسم يتم الغاء، والنادي الاهلي اصر انه يلعب في الكوره. نفس الكلام في كره السله، اول ما تم الاستئناف تم يعني زي ما بيقولوا الالتزام بالمعايير الاحترازيه، وتم استئناف بطوله السله. نفس الكلام في كره اليد، نفس الكلام في كره الطائره. النادي الاهلي كان اكتر نادي حريص على استئناف، والنادي الاهلي دائما ابدا يتماشى مع سياسه الدوله، ودائما ابدا زي ما كابتن رؤوف قال ان احنا في الاخر بترجع الدنيا في الاخر بيبقى النادي الاهلي كلامه الحقيقه اللي بيكون اقرب للصحه، لانه طبعا بيبقى بينتج عن تفكير وتعمق شديد في اتخاذ القرار. اضرب مثل بس يا كابتن هيثم، حصلت معانا واحنا
نلعب مع كابتن سلاوي كان ماسكنا الله يرحمه كابتن محمود احمد علي في وجوده الله يرحمه كابتن صالح سليم. احنا بنلعب الاتحاد في صاله الاتحاد، جمهور الاتحاد اعتدى علينا وبقينا في موقف خطر. الحكم حلمي ابراهيم لغى الماتش لصالح الاهلي، احنا خدنا الكاس خرجنا بره. كابتن محمود اتصل، ناس طلعت بره كلمت، قالوا لازم نكلم كابتن صالح هنعمل ايه، قال الاهلي يفضل في الملعب وما يخرجش. الله يبارك. ورجعنا لعبنا الماتش وخسرنا كان بس كنا بننافس. الله يرحمك الله يرحمه. قال الاهلي ماش يخرج وماش يكسب كده طالما جولك جال جول الحكام. قالوا يا جماعه احنا عملنا سيطره على الجمهور وهنكمل. الله يرحمك يا كابتن صالح. دخلنا الملعب خسرنا بدلك بس عملنا الله يرحمك نفذنا يعني احنا. لا ده موقف هنتكلم عليه، ولكن لازم نطلع ارض الملعب ولازم نطلع لفاصل الاول. يعني الدنيا جاهزه هناك يا جماعه. طيب هنطلع لفاصل اعزائي المشاهدين وهنروح لارض الملعب مع معلقنا الكابتن سيد صابر لنقل احداث المباراه النهائي او الجوله الاولى في النهائي كره السله رجال مرتبط ما بين الاهلي والاتحاد في صاله هيئه قناه السويس بالاسماعيليه. فالى هناك.